سيبنا جنوب شرق اسيا وجينا بسرعه الصاروخ على افريقيا علشان خاطر اوري لك ده. ده يا سيدي الجورو، بيقولوا عليه جورو بنك نيجيريا، موطنه الاصل نيجيريا وموجود كمان في السودان، وبيقولوا عليه في السعوديه الحوت. الجورو فيه نسبه كافيين عاليه جدا، كفيله ان هي تخليك تقوم تفوق يومين ورا بعض. مطهر قوي جدا للمعده ومضاد للبكتيريا، بيزود الحرق وبيحسن من عمليه الهضم، ده غير ان هو منشط قوي جدا للدوره الدمويه. ولحد هنا انتهى الفيديو للي مش متجوزين واللي سنهم اقل من ال 25. تعال ندخل في الجد. الجورو بيتقال عليه في نيجيريا اقوى منشط جنسي على الاطلاق، يعني حاجة كده تاكلها تحولك من طلقة لصاروخ. تعال نجرب الجورو ونشوف طعمه هيبقى عامل ازاي. بسم الله. مر قوي، خد المر للأبر مني. الجورو كمان منشط جنسي مش للرجال بس، رجال وستات، يعني لو جبت واحدة كلكم هتلعبوا بيها مع بعض. وخلينا اقول لك ان اهم حاجه في العلاقه الحميميه ان يبقى مخك رايق ونوعيه اكلك تكون كويسه ومظبوطه. النهارده انا جايب لك ابلكيشن هيحسب لك السعرات الحراريه اللي في الاكل، ده غير نسبه الميه اللي انت محتاجها، هتلاقيني سايبه لك تحت.